أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. أكد مسؤول كردي أن قوات سوريا الديمقراطية اقتربت من فرض سيطرتها الكاملة على الأحياء الجنوبية لمدينة الرقة الخاضعة لاحتلال تنظيم داعش. وقال المسؤول الكردي أن 90% من الأحياء الجنوبية تم تحريرها، لكن عددا قليلا من الشوارع التي تدور فيها اشتباكات ما زالت تفصل بين مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المتقدمين من الشرق والغرب، لافتا إلى أن هناك مقاومة شرسة من داعش. عقد مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو جلسة استثنائية بناء على الشكوى المقدمة من قطر الاثنين وفقا للمادة من اتفاقية الطيران المدني الدولي شيكاغو 1944. وقدمت الوفود المقاطعة ورقة عمل مشتركة تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع مكتب الإيكاو الإقليمي بالقاهرة من أجل تعزيز السلامة الجوية فوق المياه الدولية بإقليم الشرق الأوسط. أعلنت منظمة الأمم المتحدة لطفولة يونيسف أنه مع اقتراب العام الدراسي الجديد فإن 4,500,000 طفل في اليمن قد لا يتمكنون من العودة لمدارسهم. وأشارت المنظمة أن سبب عدم تمكن الطلاب من العودة لمدارسهم هو عدم صرف رواتب المعلمين منذ قرابة عام كامل. قال مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكي الثلاثاء إنه واثق بأن الرئيس دونالد ترامب سيوقع قريبا القانون الذي مرره الكونغرس بشأن فرض عقوبات إضافية على روسيا على خلفية تدخلها المفترض في الانتخابات الأمريكية الأخيرة. وفي 27 من يوليو الماضي أقر مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يوسع العقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية بعد أن تبناه مجلس النواب في وقت سابق. تقدمت جمعية حقوق المستخدمين الإلكترونية في أمريكا بشكوى ضد شركة جوجل أمام الهيئة الفيدرالية لتنظيم التجارة. وجاءت الشكوى على خلفية الخدمة التي أطلقتها جوجل أخيراً والتي تسمح للمعلنين أن يطلعوا على من زار متاجرهم المادية عبر إعلاناتهم الإلكترونية. ألقت وكالة بلومبرغ الأمريكية الضوء على استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022 لكرة القدم والتي تأثرت جراء المقاطعة الرباعية لها. وأشار تقرير لبلومبرغ إلى أن المقاطعة التي قامت بها 4 دول أدت إلى قطع إمداد قطر بمواد البناء التي تعتمد عليها في بناء الملاعب 8 المستضيفة للمونديال. نهاية الموجز، إلى اللقاء.